السلام عليكم. ايوه السلام عليكم وبركاته استاذ سيد. ايوه استاذ اشرف. في بنات عايزين نتحرك ليه النهارده ماشي؟ اتفضل يا فندم. في رجل امام الفا ماركت عند كوبري الفنجاني، تقاطع كوبري الفنجاني صلاح سالم. الفا ماركت تقاطع بمكالمة هاتفية تأتي إليهم ربما تساعد في تغيير مستقبل إنسان بلا مأوى. مجموعات من المواطنين ضلت بهم الحياة وأصبح الشارع هو معيشتهم. هؤلاء هم فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، يتأهبون للتعامل الفوري مع بلاغ يفيد بوجود أحد المشردين في شوارع القاهرة، لعلهم يسهمون في إنقاذ إنسان يفترش تراب أحد الشوارع ويعاني قطعاً من برودة الأجواء. إحنا دلوقتي في طفل موجود نايم في جنينة، إحنا هنروح دلوقتي نبتدي نتعامل معاه ونكسب ثقته ونعرف إيه السبب اللي مخليه نايم في الشارع، بحيث إن إحنا لو قدرنا نعمل له إيداع أو نشوف إيه المشكلة لو هنرجعه لأسرته تاني. فرقة التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن تنجح في تحديد أماكن اثنين من هؤلاء الذين لا يملكون حتى مأوى لهم. مفاوضات بين فرقة التدخل السريع وهذين الشابين الذين يعانون من إصابات متفرقة جراء معيشتهم الصعبة. أحدهم يرفض الاستجابة لهم مما دفعهم لتقديم الإسعافات الأولية فقط نظراً لإصابته، أما الآخر فينجحون في إقناعه للعودة معهم لضمان توفير حل يسهم في إنقاذه. طبعا جاي معانا في الوحده جوه دلوقتي بيتغدى طبعا دلوقتي، وهنخش طبعا معاه الفريق من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، نبدا بقى نبحث حالته كلها ونشوف سبب مشكلته هو نايم في الشارع ليه، وهنبدا ان احنا ناخد القرار يا اما نتصل باهله ونوديه لاهله النهارده، او يا اما طبعا مؤسسه الرعايه البديله بتكون هي اللي ممكن تستقبل هذا الطفل برضه. بين مكالمه هاتفيه لانقاذ انسان يعاني من موجه البرد الشديده في شوارع القاهره، وبين حمله تاتي لانقاذ من ليس لديهم مأوى تحت بند الحياه الكريمه. حديث مع الطفل لا ينقطع لتهدئته وامتصاص موجة البرد من جسده المنهك، ثم توفير للاحتياجات الطبية له. ومحمد هنبدأ نتكلم معاه بعد ما نخلص، هنشوف هو لو ايه الاحتياجات اللي هو محتاجها او ايه اللي نقدر نقدمه له، والمساعدة هنحاول نقدمها له ان شاء الله بعد ما نخلص اكل بس كده، لان محمد دلوقتي بس هو بردان شوية، فنحاول نطلعه بره الجو البرودة ده وياكل بس كده ويطمن، وبعد كده نشوف هو محتاج ايه ونقدمه له. احنا معاك. مبادرة جادة على أرض الواقع تواصل تنفيذ أعمالها لإنقاذ أطفال بلا مأوى أو مسنين ظلمتهم الحياة وجعلتهم يفترشون الشوارع. حملة تجسد حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة لمواطنيها. محمد نشأت، تين تي في. برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام، وزي ما شفنا تقرير زميلنا محمد نشأت، الحملة اللي بتقوم بيها وزارة التضامن خصوصا فريق التدخل السريع لإنقاذ المشردين وإنقاذ من ليس لهم مأوى ويفترشون الشارع في هذا البرد الشديد جدا. هذه الحملة متواصلة لليوم الخامس على التوالي، من يوم الأربع بدأت، وإحنا بنتابع كل يوم نتائج إيجابية لهذه الحملة. يمكن الواحد من خلال سفرياته الكثيرة في دول العالم، لا سيما في الدول الأوروبية اللي فيها برد وفيها تلج، بيشوف كتير في الشوارع ناس بتفترش الشارع، نايمين في الشارع، مشاهد بتشوفها في كبرى الدول. مفيش فرق بين دولة غنية ودولة فقيرة، هذه ظاهرة موجودة في كل دول العالم. طبعا بتتفاوت وتتباين الأدوات اللي الحكومات بتاعت هذه الدول بتحاول أنها تحل هذه المشكلة وبتحاول أنها تأوي هؤلاء المشردين. مصر وبتكليفات رئاسية للحكومة بدأت حملة نشيطة جدا، يعني لغاية النهاردة ولغاية يمكن قبل ما ندخل الاستوديو 415 مشرد وطفل بلا مأوى تم إيوائهم وتم جلبهم من الشارع إلى دور الرعاية الاجتماعية. احنا على فكرة مش أول مرة نتكلم عن هذا الموضوع،
واتكلمنا عنه وفتحناه السنة الماضية. يمكن ضيفي العزيز الدكتور أيمن هيقول لي إمتى بالضبط، لكن خلوني قبل ما نفتح هذا الموضوع خلوني أرحب بضيوفي الكرام. دكتور أيمن عبد العزيز نائب رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أهلا بحضرتك دكتور أيمن مرة ثانية. أهلا بحضرتك أستاذ عمرو. الأستاذة هبة شحاتة مسعفة بفريق أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن، أهلا بحضرتك أستاذة هبة. الأستاذة نيرة ناصر مسؤول فرع السيدات في دار بسمة لإيواء المشردين بالشرقية، أهلا بحضرتك يا أستاذة نيرة. إحنا كنا مع بعض إمتى؟ أكثر من عام. أكثر من سنة. أكثر من سنة، ويمكن ناقشنا نفس الموضوع، ناقشنا يعني جهودكم وجهود الفريق فريق التدخل السريع في الوصول لمن يستحق إيواءه من المشردين في الشارع. طيب قل لي، أنا ساعتها طلبت منك، قلت لك إن أنا أثناء يعني ما بروح على البيت بلاقي واحد كده بيفترش طريق يعني جنب هايبر وان كده او بعده بشويه في الشيخ زايد، ودايما نايم ويعني قاعد في الشارع ومتغطي ببطانيه، فكان بيصعب عليا، فانا قلت لك يعني شوفوا حل لهذا الرجل، عملتوا ايه معاه؟ هو بمثل حضرتك في البدايه وعلى الساده المشاهدين، نبدا من البلاغ. حضرتك بلغتنا على الهواء، كان معايا زميلي استاذ علاء معاون الوزيره على عبد العاطي، فكان الشخص اللي حضرتك بلغتنا بيه احنا نزلنا له وتعاملنا معاه، وحتى كان في بعض الناس اللي هم العماله اللي بيقعدوا في المكان ده حبينا نستعين بيهم، هو يعني انفعل علينا كتير، وبعد ان احنا حبينا ان احنا نحاول الاقناع معاه اكتر من مره بحيث ان هو يروح مكان، لان حضرتك ساعتها كنت بلغتنا ان هو كان فعلا بينام وبطانيه، واحنا سالنا واستقصينا عن الموضوع، فحاولنا معاه اكتر من مره لدرجه ان هو احتد، يعني احتد عليكم. احتد عليا انا شخصيا، وقلت له خلاص انا في كل الاحوال انا محتاج ان انا اساعدك، انت برغبتك حابب انك انت تيجي معانا، يعني احنا هنوفر لك كافه الرعايه والمكان والمأوى وكده، مش حابب خلاص، فقال لا انا مش عايز، فقلت له خلاص براحتك، احنا بننزل بالاقناع وان انا ما بقدرش اخد حد غصب عنه. بس هو سوي نفسيا يعني مش لا مش سوي يعني هو يعني نسبة الاضطراب عنده مش كبيرة، بس اللي هو ممكن يعني ايه يعني لو ضايقته او انك انت ألحيت عليه يحتد عليك، وطبعا احنا لما بنلاقي الحالة كده بنحاول ان احنا ننسحب بحيث ان هو ده محتاج ان هو يتعالج مش يروح دار، لان هو بيبقى خطر على نفسه وخطر على الاخرين. تمام. طيب احنا هنتكلم طبعا عن فريق التدخل السريع دكتور ايمن، لكن خليني اروح للاستاذه هبه. في فريق اخر اسمه فريق اطفال بلا مأوى، والفريقين تابعين لوزاره التضامن. ايه دور فريق اطفال بلا مأوى؟ وانا مسعفه، انا وظيفتي مسعفه في وحده غرب القاهره. وحده غرب القاهره دي مسؤوله عن مناطق رمسيس وشبرا. دور الاخصائيين الاجتماعيين بنحاول ان احنا بننزل ندور على الاطفال موجوده في الشارع، بنحاول ان احنا نلعب عن المفاهيم بتاعه الطفل عشان نغير مفهومه للشارع. الطفل في اطفال كتير بتبقى شايفه ان وجودها في الشارع ده حريه، الشارع ده حريه بالنسبه لي، انا مش عايزه اكون موجود في البيت. فبنحاول يعني ندور ليه الطفل ده عايز يفضل موجود في الشارع، نحاول نغير مفهومه للشارع، بنجيبه عندنا الوحدة اللي احنا موجودين فيها. انت عندكم اتوبيسات؟ عندنا اتوبيسات. احنا صورنا زمان في الاتوبيسات دي. ايوه. بنجيب الطفل، بنحاول ان احنا نمارس معاه انشطة. عندنا اخصائي نفسي بيبتدي يتعامل مع الطفل بحيث ان هو يشوف ايه اي طريق يقدر يدخل له بيه عشان يعرف ايه سبب ان هو توجه للشارع يعني وساب اهله وكده. جميل جدا. طيب يعني مش بس في القاهره ولكن ايضا في المحافظات الاخرى، محافظه الشرقيه استاذه نيره حضرتك مسؤوله عن فرع السيدات في دار لايواء المشردين دار بسمه، هذه الدار دار خاصه ولا دار تبع لوزاره التضامن؟ مشهوره من وزاره التضامن الاجتماعي. هو احنا مجموعه شباب كان هدفنا القضاء على ظاهره التشرد في مصر كلها. احنا دايما بننزل محافظات مصر كلها بنجيب منها الحالات. احنا اول ما بيجي لنا البلاغ عن طريق صفحتنا او عن طريق ارقام الدار
بننزل الفريق بتاعنا بينزل يجيب الحالة من الشارع، بنقدم لها أول ما بتيجي الدار، بنقدم لها كافة الرعاية الصحية ونفسية واجتماعية. دايما بيبقى معنا فريق تمريض ده موجود دايما في الدار، أول ما الحالة بتجي لنا بننزل نوديها المستشفى، بيتابعوا حالتهم دايما كل يوم من علاج وتحاليل، وبيعمل لهم لازم يعني من التحاليل الطبية. عندنا أخصائيين نفسيين واجتماعيين دايما بيتابعوا حالتهم النفسية كل يوم، بيعرفوا ايه سبب مشكلتهم، ايه سبب اللي خلاهم ينزلوا الشارع. عندنا طبعا الدار دي بتسع كم نزيل؟ هو احنا انقذنا من الشارع 513 مشرد لحد دلوقتي، في منهم اللي اهله استلموا حوالي 137 حالة سلمت لأهلها. احنا اول ما الحالة بتجي لنا بنصورها قبل دخولها الدار وبعد دخولها الدار. فأهلها في حالة بتبقى متغيبة عن أهلها تقريبا 18 من 20 سنة. بنقدر نوصل لأهلهم عن طريق صفحتنا. وفي بقى الأخصائيين دايما بيتابعوا معاهم. مش شرط ان دول بيبقوا من الشرقية، ممكن يكونوا جايين من محافظات تانية. لا، احنا كنا عاملين حملة اسمها حملة حاسس بيك. دي كنا بننزل كل جمعة محافظة مختلفة، بنجيب منها حالات من كل الجمهورية. يعني نشاطكم مش بس في الشرقية؟ لا، مش الشرقية، هي الشرقية حاليا هي المدينة الرائدة اللي خالية من المشردين. بس احنا حاجة رائعة. تمام. احنا بننزل كل محافظات مصر، كنا تقريبا اخر مرة في بورسعيد كنا جايبين منها حوالي 10 حالات. وغير الحالات اللي احنا دايما بيجي لنا البلاغات بقى وبننزل نجيبها يعني. جميل جدا. دكتور ايمن، نرجع لفريق التدخل السريع. الفريق ده اتعمل سنه كام؟ اكتوبر 2014. كان منوط بدور الرعايه الاجتماعيه، كان في البدايه الايتام، وده كان بعد التقييم اللي حصل لدور الايتام على مستوى الجمهوريه. الواقعة الشهيرة لو حضرتك فاكرها، اللي هو اللي كان فيه حد بيضرب الأطفال بشكل عنيف. صحيح. فمع الوزيرة قالت أنا عايز أعرف الدور الأيتام دي شغالة إزاي، فأنا محتاجة أن الدور دي تتقيم. بعد التقييم في نتائج ظهرت أن في بعض الملاحظات اللي هي لازم يتم التدخل معها وبشكل فوري. فتم الفكرة أن يبقى في مجموعة شباب أن هم يقدروا يتحركوا بسرعة، ينزلوا الدور دي يعملوا التدخلات الفورية والسريعة، يحققوا الأمان، يخلوا أهم حاجة في الدار المصلحة الفضلة للطفل. فهي الفكرة جت كده. انتقلنا ليه بعديها دور المسنين. بعد ما الفكرة نجحت والفريق أثبت أن هو أداة فاعلة، عممنا الفكرة على المحافظات كلها، فبقى عندنا دلوقتي فرق محلية. الأستاذة نيرة اتكلمت أن بينزلوا المحافظات بالتنسيق مع الفرق المحلي، الفريق المحلي للتدخل السريع، على اساس ان هو لو في حد مشرد التدخل يبدا ينسق معاهم. الفريق بتاعنا من 2014 حتى مبادره فخامه الرئيس كان تعامل مع 1240 حاله، من ضمنهم 537 حاله مشرد. طبعا يوم الاربعاء كان فخامه الرئيس اصدر تعليماته ان الست اللي كان الحاجه صفيه اللي كانت قاعده في مكان يعني لا يليق بيها، فزمايلنا في وزارة الداخلية تعاملوا معاها، لأن احنا البلاغ ما جالناش أصلا. فمن هنا جت معي الوزيرة قالت تدخل السريع مع أطفال بلا مأوى، التوجيهات معاليها أن احنا ننزل المبادرة بتاعتنا اللي هي كان فخامة الرئيس قال حياة كريمة، فننزل احنا الاثنين الشارع على أساس أن احنا نحقق حياة كريمة زي ما حضرتك شفت في التقرير كده، سواء الناس اللي قاعدة في الشارع من الكبار أو من الأطفال، بحيث ان احنا ندخلهم دور رعاية. طبعا الأطفال احنا بنحاول زي ما الأستاذة اتكلمت ان احنا بنوصل لأهلهم أو ان احنا نرجعهم. الناس الكبار أستاذة نيرة قالت ان بنحاول نبحث أو هم ينشروا على صفحتهم أو الوزارة تنشر على الصفحة الرسمية ان انا لقيت الفلان ده وهو بيقول ان هو من المكان كذا. احيانا بنلاقي بعض الاستجابات وبيجوا يسالونا المكان ده فين او هو راح فين وبيرجع لاهله او ذويه. في حاله عدم ان هو رجع بيبقى موجود مكانه بيته، هي الدار اللي بتكفلها ليه الدوله وتقديم له الرعايه الاجتماعيه. جميل جدا. وانا يمكن شايف على شاشتنا دلوقتي ارقام للمشاركه، أرقامنا احنا للمشاركة في أي بلاغات ممكن حتى نتلقاها دلوقتي وتلقوها الضيوف الكرام الدكتور أيمن، الأستاذة هبة والأستاذة نيرة. يعني تفضلوا نستغل هذا الوقت يعني ونتلقى بلاغات زي ما عملت أنا بلاغ على الهواء ساعتها. طيب أستاذة هبة،
الفريق المتحرك للتعامل مع أطفال بلا مأوى مدة تواجده في الشارع بيكون قد إيه؟ احنا بنتواجد يوميا 6 ساعات. الشغل بتاعنا بيبقى مسائي من الساعة 6 للساعة 12 عدا يوم الجمعة، من 6 ل 12 6 ل 12 6 ل 12 بالليل. بالليل اوكي. وفي ايام بتبقى يعني العدد بيكون اكتر من ايام اخرى ولا مش شرط؟ مش شرط، على حسب الوقت يعني. مثلا احنا الفترة اللي فاتت ديت كانت عدد الاطفال قليل شويه في المكان اللي احنا كنا متواجدين فيه بسبب الاعياد والوقت اللي كان يعني شهر واحد دوت عامه، اخر شهر 12 وشهر واحد ده بسبب الاعياد وكده بتبقى الاطفال مش موجوده خوفا من الحكومه او ما بيخافوا جدا بسبب ان الحدث في الوقت ده بيبتدي ياخد الاطفال وكده. فالاطفال بتبقى قليله في الوقت ده. وعلى حسب طبعا كل منطقه كمان، في مناطق بيبقى فيها يعني رمسيس دايما هي اكتر منطقه بيبقى متواجد فيها اطفال رمسيس. لانها منبع كمان للاطفال اللي جايه من محافظات اخرى لمحطات القطر وكده، فاطفال بتيجي تبقى اول مكان ليها يعتبر بتنزل فيه. طب يعني بالذات بتقنعوا الطفل انه يجوا معاكم، يعني هل المساله سهله ولا بتبقى في مقاومه ولا ايه؟ اشرحي لي بالظبط. اكيد طبعا المساله ما بتبقاش سهله. زي ما قلت لحضرتك الطفل، في اطفال كتير جدا بيبقى عندها قناعات ان الشارع بالنسبه له امن من ان هو يروح مكان تاني يقعد فيه، وامن من البيت كمان. فاحنا بنبتدي نغير قناعات الطفل في الحته دي، اللي هو انا اول حاجه ببتدي اكسب ثقته. طب انا العربيه بتاعتي موجوده في المكان كذا، ايه رايك لو تيجي تقعد معايا شويه، معانا مع الفريق شويه، نتعرف على بعض، نشوف ايه مشكلتك. عندنا اخصائي نشاط بيبقى موجود في الوحده بيبتدي يمارس شويه انشطه عشان يكسب بيها ثقه الطفل ان هو يبتدي يتكلم معانا ويعرفنا هو ليه ساب بيته ونزل الشارع ولجأ للشارع. عندنا اخصائي نفسي بيبتدي يقعد بقى مع الطفل يعرف هو ايه السبب اللي خلاه يسيب الشارع، طب احنا نقدر نساعدك في ايه. وبنبتدي بقى ندور هل الطفل نقدر وقتها نعمل له دمج لاسرته او ان احنا نوديه دار يبتدي يقعد فيها. جميل. طيب استاذه نيره، حضرتك مسؤوله فرع السيدات في هذا الدار، دار بسمه. نسبه السيدات ونسبه الرجال في هذا الدار قد ايه؟ احنا عندنا انقذنا حاليا في الدار متواجد 57 حاله سيدات. دار الرجال فيها 120 حاله حاليا. احنا طبعا لما بننزل احنا مش بس مقتصرين على اننا بناخدهم عندنا الدار، احنا كمان بنعمل معاهم دايما انشطه. في حالات سيدات بيحبوا يعملوا الكروشيه، في حالات بتحب يعملوا رسم وتلوين، بنعمل معاهم انشطه مختلفه. دايما بننزل مثلا نوديهم رحلات اماكن ترفيهيه عشان بس ما يضايقوش من قعدتهم في الدار فترة طويلة. فإحنا دايما بنعمل معهم أنشطة كتير. غير كده الأخصائيين دايما إحنا ما بنسيبهمش، يعني إحنا دايما بنحاول نأهلهم على المكان اللي هم موجودين فيه. بنقول لهم خلاص ده بيتكو، إحنا خلاص أسرتكو، إحنا أفراد عيلتكو. بنحاول إن إحنا نأهلهم إن خلاص دي حياة كل جاية بعد كده. طيب اسمحوا لي اخد اتصال دلوقتي مدام سهير من القاهره. مدام سهير مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عمرو. اهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب وكل خير. ضيوفك بخير وسلامه. ربنا يخليك يا فندم. من فضلك، هو في ميدان السيده في جنينه، الجنينه دي حواليها ناس قاعدين في الشارع من غير مأوى من غير حاجه خالص. حوالين ناس كبار يعني مش عايزه اقول ما لهمش في الدنيا، يعني ما لهمش وعي، يعني شعرهم يعني الحاله اللي حضرتك بتشوفها مع اي حد عايش في الشارع. مفهوم ده في ميدان السيده يا فندم؟ ميدان السيده زينب. اها. وبعدين في محطه للسيده زينب محطوط فيها اللي هو محطه طوب كده كانوا عاملينها للاتوبيسات دي، برضو في ناس نايمه فيها ونايمين في الشارع، وبرضو شكلهم مش عشان حاجه، يعني اللي هو اللي هم ما لهمش مأوى ابدا في اي حاجه وبقالهم كتير في الموجود. طيب. في الاماكن دي. طيب مدام سهير، يمكن الدكتور ايمن يرد على حضرتك.
اتفضل. بالنسبه لميدان السيده، احنا كان يوم الاربع اللي هو بدايه المبادره كان عندنا وحده متنقله في الميدان، وكان فيها يعني جانب امني، وكان وكيل الوزاره موجود، والعربيه كانت موجوده، وكان في توزيع وجبات، وكان في تعامل مع اكثر من مشرد. وانا دخلت الوحده بنفسي مع وكيل الوزاره وشفت التعامل زي ما حضراتكم في التقرير كده، كان في ناس كبار وفي اطفال، فهو ميدان السيده مليء، فهو احنا تعاملنا معاه في اول يوم. ولو هي الأستاذة سهير، مدام سهير لو هي من أهل المنطقة تقدر تتبين بهذا. ومع هذا احنا برضو هنكلم زمايلنا في أطفال بنماء ومع التدخل السريع ان هم ينزلوا المكان تاني ويمشطوه ويشوفوا الموضوع فيه. يا ريت. انا بشكرك شكرا جزيلا مدام سهير. ويمكن صفت يا ريت التليفونات بتاعت فريق التدخل السريع تنزل برضو على الشاشة علشان اي حد شايف اي حاله يقدر يكلمكم. انتم متاحين 24 ساعه؟ لا، واحنا عندنا الخط الساخن اللي هو 16439، ده من 10 ل 10 في بوابه منظومه الشغل. من 10 ل 10 يبقى دلوقتي مش شغال. ولا لا شغال لسه 9:30. في منظومه الشكاوى الحكوميه التابعه لمجلس الوزراء دي شغاله في اي وقت، بيتواصلوا حتى بيبعتوا لنا على الواتس، يعني هم بيبعتوا لنا الشكاوى على طول على الواتس لسرعه التعامل. ده 16528. وفي رقم فريق التدخل السريع ده 010-95-36-83-1، وده بيبقى معانا يعني في الشغل لحد ما بنخلص عمل، ولو في حاجه بنبدا يعني يبقى فيها تواصل. يعني ده موجود فعلا عندنا على الشاشه دلوقتي. طب ايه هي يعني او ايه هو النطاق الجغرافي اللي انتم بتتحركوا داخله؟ احنا بالنسبه لنا مع اطفال بلا مأوى هم عندهم 10 محافظات متواجدين فيهم، فبيبقى بينا توأمه احنا الاثنين بناء على تعليمات معالي الوزيره. هم واحنا بننزل نتعامل مع الاطفال او المشردين، وبالتالي بنعمل معاهم التدخلات اللازمه زي ما الاستاذه تفضلت كده وقالت ان بيبقى في اخصائي نشاط والتفاصيل اللي هي ذكرتها، وان في اخصائي نفسي بيبدا يدي امان، وكذلك الناس الموجوده على الارض اللي هم المشردين او بلا مأوى بنبدا نعمل معاهم الموضوع. بقيه الجمهوريه في 17 محافظه تانيين احنا بنغطيهم كفريق التدخل السريع من خلال الفرق المحليه بتاعتنا. يعني احنا عندكم فرق محليه في المحافظات. انا قلت لحضرتك بعد ما الفريق يعني كان له فعاليه مع الوزيره قالت نعمل في كل محافظه فريق على اساس يبقى عندي لا مركزيه، ولو في دلوقتي بلاغ جالنا هنصدره لزمايلنا هناك مثلا في اسيوط ولا اسوان ولا هنا واسكندريه بورسعيد ايا كان الفرق. طب عندكم مراكز هناك يعني بيتعاملوا ازاي مع البلاغات؟ يعني مين اللي بيروح؟ هل نفس الامكانيات اللي عند الفرق اللي في المحافظات دي هي نفس الامكانيات اللي عندكم؟ احنا الزملاء في المحافظات بيشتغلوا بنفس الاليات بتاعه فريق التدخل المركزي، وبالتالي بيبقى التنسيق مع وكيل الوزاره او مدير المديريه هناك ورئيس الفريق اللي هو موجود في المحليات. من خلالنا احنا كمجموعه مركزيه بنبدا نتواصل معاهم، عندنا في المشكله في المنطقه الفلانيه مشكله ما، او في الدار الفلانيه مشكله ما، او مشرد او طفل بلا مأوى. من خلال الزملاء في اطفال بلا مأوى برضو بيبقى عندهم فرق خاصه باطفال بلا مأوى، فهي الموضوع يعني عندنا تغطيه وبنشتغل بلا مركزيه بحيث ان احنا ما يبقاش عندنا عوائق اداريه نبدا نشتغل بيها او المشكله يبقى فيها تفاقم اكتر. يعني جميل جدا يا استاذه هبه. نسبه الاطفال اللي بيستجيبوا يعني للتعامل معاكم قد ايه؟ ما اقدرش احدد نسبه بالظبط، بس هم نسبتهم كبيره. احنا بنبتدي دايما لما بنشتغل على الطفل بنبتدي نقنعه ان انت قاعدة الشارع دي خطر، انت ممكن تتعرض في الشارع لاي مخاطر، ايه رايك ان انت لو ناخدك نوديك لاهلك او نبتدي ان احنا نوديك الدور دي هتهتم بيك اكتر، هتلاقي هناك رعايه صحيه، هتلاقي هناك مكان تقدر تستكمل فيه تعليمك. في اطفال كتيره بتستجيب، في اطفال طبعا بتخاف ان هي فالطفل دايما اللي بيخاف بيبتدي ان احنا نعمل له زي متابعه بقى، نقول له طيب ايه رايك لو هتجينا يوم تاني تقعد معانا
نبتدي ان احنا نتكلم معاه واخصائي نفسي يبتدي يشتغل معاه. تجروا رجله يعني. اه يعني حاجه زي كده. طيب قبل ما اروح لدار بسمه، احنا عملنا تقرير من دار بسمه لواء المشردين وعملنا لقاءات مع بعض النزلاء، تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع للاستاذه نيال. دار بسمة للإيواء تعد دار الإيواء الوحيدة التي تستقبل المشردين من جميع أنحاء الجمهورية، وازداد الدور الذي تؤديه الدار مع مبادرة الرئيس حياة كريمة ونشر فرق التدخل السريع للبحث عن المشردين في الشوارع وإيداعهم دار الإيواء. في من 18 سنة لحد 98 سنة مش بيبقى في شرط اللي احنا ناخد سن معين او حاجة زي كده. دار هنا دار اسمها بسمة للإيواء، ناس بلا مأوى مفقودين الهوية. البلاغات بتيجي لنا عن طريق الفيسبوك او اتصال على التليفون، بنجيبها على الدار. بيبقى في متابعه يوميه بالعلاج في حالات هنا نفسيه وعصبيه وفي امراض عاديه. طبعا الامراض اللي هي النفسيه والعصبيه في قافله طبيه بتيجي من العزازي تتابعهم هنا وتوصف لهم ان هو تديهم العلاج المناسب ليهم. الدار التي تتبع وزارة التضامن استقبلت منذ افتتاحها نحو 500 مشرد من مختلف المحافظات، حيث يتم نقلهم من جميع أنحاء الجمهورية إلى الشرقية. كتر خيره يعني سيسي اللي هو عمل المشروع دوت عشان نلم الناس ونيمهم ويغطوهم ويأكلوهم ويبسطوهم وأكلهم أكل حلو وآخر حلاوة، مش مخليهم يعني عايزين حاجة ايه احسن من الشارع يعني. زي الفل والله، كلهم اتمنى اي حاجة يقولوها بيجيبوها. تقدم الدار الرعاية الكاملة للمشردين مع توفير مكان مناسب للإقامة وإطعام ورعاية صحية، خاصة أن بعضهم مرضى. وتقدم الدار إقامة مدى الحياة للمشرد أو حتى يتسلمه أحد أقاربه منها. ده كان تقرير عملوه زمايلنا من دار بسمة للإيواء المشردين. ويمكن انت بقالك قد ايه يا استاذه نيره في الدار؟ تقريبا بقالي سنه. تقريبا سنه تقريبا. اه هي دار فتحناها يعني بقالنا سنتين ونص اهو. جميل جدا. نعم. وكل زمايلك بيبقوا يعني مهيئين ومستعدين ومؤهلين للتعامل مع الحالات اللي احنا شفناها؟ اه اكيد. احنا انا بس عايزه اوضح حاجه في الاول، احنا ما عندناش اي مواعيد للاستجابه ان احنا مثلا ننزل نجيب حاله. احنا وقت ما البلاغ بيجي لنا في اي وقت احنا بنتحرك فورا، بننزل نجيب الحاله. عندكم عربياتكم؟ اه عندنا كل حاجه. احنا بننزل دايما بنتحرك يعني، حتى لو البلاغ جالنا الفجر احنا بنتحرك فورا نجيب الحاله. ما عندناش اوقات معينه. اول حاجه بتعملوها للحاله دي لما تدخل الدار بتعملوا ايه؟ اول حاجه زي ما قلت لحضرتك، اول حاجه احنا بنصورها وهي في الشارع الاول. وبعد كده بنصورها بعد ما تدخل الدار بعد ما قدمنا لها الرعايه الكامله، عشان قبل وبعد. قبل وبعد. بعد كده فريق التمريض بقى بيبدا ان هو ياخدها للمستشفى، يعمل مثلا ليها التحاليل الطبيه ويكشف عليها، يشوفها عشان في حاله بتبقى عندها امراض معديه فاللي هي ما تبداش انها تعدي باقي الحالات. فده مبدئيا. فبعد كده بنبدا نعمل لها بحث عن حالتها. دي طبعا شغل اخصائيين نفسيين اجتماعيين، بيعمل لها بحث عن الحالة وبيعرفوا بقى أسباب مشكلتها إيه وإيه اللي خلاها تنزل الشارع. ده أول حاجة بنعملها أول ما الحالة بتدخل الدار على طول. تفتكري كده يعني حالة إنسانية كده يعني ما تنسيهاش طول السنة دي، يعني أثرت فيكي؟ أكتر حالة أثرت فيا هي سيدة لقيناها موجودة في الشارع، ابنها دايما كان بيعملها معاملة وحشة جدا. وبعدين احنا لقينا على صابعها علامة انها ختمت اوراق او مضت على حاجة. فبعد ما سألناها قالت ان هي ابنها مضاها على كل الاملاكة ورماها في الشارع. فاحنا دي اثرت فيا انا شخصيا اكتر حالة يعني، لانها دايما كانت هي سيدة كويسة جدا. وهي احنا عندنا حالات طبعا كلها نفسية يعني حالات نفسية. فإحنا بنحاول نتعامل معهم بقى على الأساس ده، بنحاول إن إحنا نهيئهم نفسيا.
دي من ضمن الحالات اللي هي اثرت فيك يعني. اه دي اكتر حاله تقريبا. طب دكتور ايمن، يعني في ناس كتير بتخاف انها تقرب من المشردين اللي في الشارع، يعني انتم الفريق يعني تم تاهيله لكيفيه التعامل؟ يعني يمكن الحاله اللي انا يعني اتكلمنا عنها السنه اللي فاتت وقلت لي انه احتد عليك، يعني فهل انتم كفريق كاعضاء فريق التدخل السريع بتبقوا مهيئين للتعامل مع يعني ربما تصرفات عدوانيه، ربما يعني حاجات من هذا القبيل؟ هو استاذ عمرو اللي انا عايز اقوله لحضرتك، انا لما باجي اتعامل مع اي انسان عادي يعني بيبان لي سمات معينه. المشرد او الطفل في الشارع بيبقى عنده ذكاء اجتماعي لان هو اتعرض لمواقف كتيره قوي صعبه ومواقف مؤلمه. فبالتالي وانا داخل ببقى كمجموعه عمل سواء معانا سيدات او معانا زمايلنا، بنبقى يعني بيبقى له ملامح كده. احنا الاول بنشوف الحاله وبنقيمها، طيب خد بالك انا محمد انا عندي شايف كده ان هو مريض، طيب خد بالك انا حاسس ان هو عنده اعاقه. كنا في احدى الاماكن في القاهره، كان معايا رئيس الفريق استاذ محمد يوسف، والحاله كان باين عنده ان هو مريض سل، فقال لي ايمن خلي بالك ما تقربش، اتكلم من على بعد. فده مثال تاني، حد مضطرب نفسيا يا جماعة هنتكلم من بعيد شوية. فهي كثرة الحالات وكثرة التعامل والخبرات اللي احنا بنقابلها في شغلنا باعتبار ان احنا مجموعة بتشتغل بتفكير اللي هو بره الصندوق، انا مش بشتغل بشغل تقليدي او موظف اللي هو بدور على حاجة كده شكلية، لا انا بحاول ان انا اقيم الحالة قبل ما اتعامل معاها. زي ما الأستاذة اتكلمت كده ان انا قبل ببص عليه واشوف، واثناء بتعامل معاه، فاثناء دي انا ببقى عارف ان انا ممكن ابقى حذر في التعامل معاه زي ما حضرتك تفضلت كده، لانه المشرد احيانا بيبقى عنده حته ان هو بيجسك بيشوفك انت ايه. طبعا وانا الحاله اللي حضرتك كانت جنب بيت حضرتك، هو طبعا احتد، فلما احتد قلت له طيب ماشي وبعدين، انا جاي اساعدك، انت محتاج تساعد. وهو فكر ان انا هخاف وارجع او زمايلي يخافوا ويرجعوا، لا طبعا، هي الفكره ان احنا بنبقى حذرين وعارفين ان انا ممكن اخري ايه مع الحاله، او ان انا ابقى واخد حذري. وزي ما ذكرت لحضرتك المثال، لان في بعض الناس بيبقى عندها امراض معديه لان هم قاعدين في الشارع بقالهم فتره. برضو زمايلي كانوا في العباسيه دكتور عبير واستاذ محمد فكري، وكان عندنا بلاغ وبصوا على الحاله لقوا عنده مرض جلدي، فطبعا اتكلموا من على بعد يعني. بالاضافه ان احنا لما بنيجي نتعامل مع الحاله المفروض ان احنا بيبقى معانا جوانتيات او كمامه مفهوم، ودي كانت حاله خدناها من ميدان عبده باشا. مفهوم. طيب زمايلي بيقولوا لي في اتصالات كتير. الاستاذه فاطمه من الجيزه. استاذه فاطمه مساء الخير. مساء النور. اتفضلي يا فندم. اي فندم، انا عندي بلاغ عن حاله. الحاله دي موجوده في منطقه التعاون ما بين فيصل والهرم. هي بتنام خلف اسواق عبد الله العثيمي. خلف اسواق عبد الله العثيمي. تمام. دي حاله يا رجل سيده؟ لا، هو تقريبا الرجل هو دايما بيبقى فارش في ظهر الماركت وبيبقى نايم على الجرايد ومغطي نفسه كده ببطانيه خفيفه. كبير في السن يا استاذة فاطمة؟ نعم. كبير في السن؟ غالبا كبير في السن، يعني مثلا ممكن يكون 50. تمام. بس فهو دايما بيبقى نايم في المنطقة دي ودايما متغطي بيها على طول يعني. طيب يعني طبعا ده بلغ لكم على الهواء. اشكرك يا استاذة فاطمة. الأستاذة سماح من الجيزة. استاذة سماح مساء الخير. مساء النور حضرتك، ازيك يا استاذ؟ اهلا بحضرتك، اتفضلي. مساء النور حضرتك. معلش انا معايا حاله غير الحاله اللي حضرتك بتتكلم عليها. حاله ايه؟ انا معايا 3 اولاد وانا من محافظه الجيزه. يعني مالهم ال3 اولاد دول؟ انا ساعات كتير ان انا اعالج جوزي بس انا ما معيش فلوس ان انا اعالجه في المصحات لان هو مريض. مريض بايه؟ هو مدمن.
مدمن. طيب مدمن برضو في اعتقد عندكم انتوا في وزاره الادمان، صندوق الادمان هو الاستاذه تتصل ب 16023 طيب ويحددوا لها اقرب مكان تروح تتواصل معاه. يا استاذه سماح 16 انا مع حضرتك، تتصلي ب 16023 تمام، خط الساخن لصندوق الادمان، ده الخط الساخن لصندوق مكافحه حضرتك الادمان. انا اتصلت ووجهوني المستشفى العباسيه. طيب استاذ سماح، الرقم اللي انت اتصلتي بيه بينا دلوقتي عند زمايلي، هتسيبي رقمك او تدينا رقم تاني لو حابه انك تدينا رقم تاني؟ لا الرقم ده وهسيب لك الرقم الموبايل. جميل جدا، سيبي لي رقم الموبايل واحنا هنتولى الموضوع ده. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذه سماح. مدام ماجده مساء الخير. نور اتفضلي. يا مدام ماجده بص حضرتك، انا بس ببلغ عن حاله. عارف حضرتك طريق الواحات؟ عارف طريق الواحات اللي هو تقاطع مع طريق الفيوم. تمام. الاتجاه البوابه الرابعه للحدائق، حدائق الاهرام. تمام. ايوه. الجزيره اللي في الوسط بين طريق الواحات اللي رايح واللي جاي، في واحد هناك قاعد بقيله فتره طويله قوي تحت شجره كده وعامل زي خيمه بالبطاطين والملايات، وراجل شكله يعني غريب شويه، هو يعني شعره منكوش ومربي دقنه قوي وعلى طول قاعد في المكان ده، يعني في حته حيويه قوي وشكلها باين على الطريق. طيب. التماشي. احنا طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا مدام ماجده. كل الاتصالات اللي جات لنا طبعا دي تعتبر بلاغات على الهواء للدكتور ايمن، بيقول لي ان احنا نتعامل معاها. مدام هدى مدينه نصر. مدام هدى مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي مدام هدى. السلام عليكم. ده جوز مدام هدى. الو. وعليكم السلام، اتفضل. ازيك يا باشا؟ ازيك يا باشا؟ الحمد لله. والله احنا عندنا شاب بساله انت منين؟ من الفيوم. فين عندكم؟ فين عندنا؟ جنب النساجون اللي في ميدان باب الشعريه. ميدان باب الشعريه. كويس. بيبقى على طول قاعد جنب النساجون كده، وبينام في الشارع كده مبهدل خالص. وشاب يعني عنده بتاع 38 سنه. بقول له يا ابني انت منين؟ قال انا من الفيوم. تمام. فشويه ويخش ينام في قلب الممر، مبهدل لنا الممر خالص وبتاع. فالواحد مستحرم نومه في الشارع كده. ممر ايه طيب يا استاذ؟ ممر ورشه خراطه. ونيجي نلاقيه نايم وشخخ هنا، مبهدل لنا الدنيا. شكرا. طيب مين معانا؟ مين؟ أم هدى. أم هدى من أكتوبر. مساء الخير أم هدى. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اتفضلي يا فندم. حضرتك أنا بناشد السيسي، بناشد أي حد يقف جنبي، أبص رجليكو أنا هتشرد. أنا ثلاث بنات في الشارع ومش عارفة أروح فين. خير يا فندم؟ خير يا أم هدى؟ في أكتوبر، أنا ساكنة في أكتوبر. تمام. وعليا 10 شهور إيجار، وأصحابي الشقة هيرموني في الشارع أنا وولادي، وما معيش فلوس أدفع الفلوس. طيب هل ممكن تسيبي لنا رقمك؟ هل ممكن تسيبي لنا رقمك يا أم هدى؟ سيبي لنا رقمك وهنحول الموضوع ده لدكتوره غاده والي، وانا هتابعها بشكل شخصي، وزيره التضامن الاجتماعي. بشكرك شكرا جزيلا. طيب يعني البلاغات دي طبعا احنا يعني نرجو ونطلب من حضرتك دكتور ايمن انها يتم التعامل معها ان شاء الله بشكل يعني. طبعا اكيد زمايلك دلوقتي اخذوا هذه البلاغات، الزملاء بيتفرجوا والبلاغات اكيد اتسجلت يعني. تمام جدا. انا طبعا يعني لا املك الا ان انا اشكركم شكرا جزيلا دكتور ايمن عبد العزيز، نائب رئيس فريق التدخل السريع بوزاره التضامن الاجتماعي، الاستاذه هبه شحاته المسعفه بفريق اطفال بلا مأوى بوزاره التضامن، استاذه نيره ناصر مسؤول فرع السيدات في دار بسمه لواء المشردين بالشرقيه. بالتاكيد الحمله مستمره
وما لهاش يعني مدى زمني، مش كده استاذ دكتور ايمن؟ هو حضرتك بدات في كلام في بدايه حديثك ان احنا كنا معانا يعني بس هي الفكره، فانا عايز الناس تعرف يعني احنا استضفناك السنه اللي فاتت. اللي انا عايز اضيفه ان مبادره فخامه الرئيس ادتنا دعم كبير، كل الناس زي ما حضرتك كده في تفاعل. صحيح. الجهات الاخرى او المؤسسات الاخرى بيتعاونوا معانا، بقى في وانت شغال كده في الشارع بقى في الناس عندها وعي انت بتعمل ايه، فدي يعني حاجه جت في مصلحتنا يعني. ده صحيح. احنا بنحييكم مره تانية وان شاء الله متابعين هذا الموضوع وهذه المبادره الجميله والرائده، ويعني يوم بعد اخر مساله يعني الاحصاءات، واحنا بنتكلم دايما بالارقام بنتابع هذه الأرقام لأن هذه الأرقام بتدل على جدية في التعامل مع الحالات التي تستحق الإيواء. النهاردة كنا بنتكلم عن أعتقد 850 تقريبا حالة من يوم الأربع اللي فات، لسه هنتابع طبعا في الفترة اللي جاية. شكرا جزيلا. وبعد الفاصل فقرة نقدر مع كريم إسماعيل، فقرة جديدة استنونا بعد قليل.